شايف اليوم في سلة سلة قاعدة نرى في حاجة جديدة اللي هو الحوت تضاف لنا اليوم. فوالا اليوم الحوت هو باش يكون الطبق الرئيسي نتاعنا اليوم. اما قبل ما نبداو بالحوت حبيت نقول لك اللي احنا اليوم عنا شوربه نتاع بطاطا. شوربه بطاطا وبوارو معناها كراف. سلطه نتاع ليجوم مع الفرماج نتاع قيصر. وفي السويت انا في السويت في الطبق عندنا السردينه اللي هي في العاده معناها كي باش نعملوا سردينه تكون اما تكون باني ولا معناها مقليه والا تكون مشويه والا باش تكون فرسيه بالشرموله. احنا اليوم باش نبدلوا لها الفرس نتاعها وباش نعملوها بطريقه جديده وان شاء الله تعجب الناس كلها. اون بلوس بنينه معناها السردينه بنينه وفيها برشا منافع ويمكن احنا تو يقولوا كيلو السردينه غلي شويه زاد موني ما عادش كي قبل مي تقعد ديما ارخص من البرق اللي كيلو السردينه يوصل لسبعه في 9 اورو معناها 30 دينار كيلو السردينه. وانفع هي منافعها منافع اكثر غنيه ياسر بالاوميجا 3 تعاون البدن وكما معناها مش تنسين ديما نعملوا حاجه اللي في رمضان تعاون البدن مش تخلي معناها تعطيك الانرجي بعد شق الفطر وتعطيك معناها الماء كل ما يستحقه البدن باش تكمل تواصل به وان شاء الله يكون المنيو يعجبهم اليوم. دونك باش نرجع شويه اخر وباش نعطيو اكثر المقادير كالعاده ديما نقول لك قاعدين تفرجوا الورقه والسيلو فما اللي تقاوم شاف انا عندي صاحبتي قالت لك انا منظمه عندي كراسه كامله هكا كل ما تجي سله سله تبدا قايد في ليزانغريديون تقول لك اوفيغو يا مزور تقعد لي موجوده بالرغم وانه في السيت نتاعنا نسمى كويزين نجموا تلقاو المقادير اذا كان تحبوا تعملوا فيريفيكاسيون والا تثبتوا في حاجه من الحاجات. دونك راجعين معاكم باش نشوفوا منيو اليوم مع شيف ايمن البغاني موني هدي مغرومه بالحوت المره اللي فاتت تحكي هدي اللي قعدت تعدت عليها البندليقه ولات تتشهى وتعاود هدي شهيتها هدي شهي شي حاجه اخرى شهيت البندليقه والمبتل خاطر تحكيوا على السردينه المحشيه والخبيزه برشا حاجات عشاوي كثرت هدي ربي تستر دونك اللي تحب عليه تقول انت البطل الشيف هو اليوم باش يحكي لنا زاده على سردينه المحشيه في سلسله سلا لكن باش نبداو بالليزونتري وين عندنا سوب البطاطا دونك نذكروا بمقادير شربه البطاطا. بالنسبه لشربه البطاطا اليوم عندنا بطاطا 350 غرام معناها قداش كعبه بطاطا ديزون 3 كعبه بطاطا 3 كعبات 4 كعبات بطاطا متوسطين عندنا بوارو عندنا ثوم انا بصل بالعربي شايف بالعربي كراف نلقاوها اكثر في البرود يخدم اكثر في البرود الكراف ثوم مرحي البصل وزبده ماناش باش نستعملوا الزيت المره هذه باش نستعملوا زبده باش نستعملوا الماء والا مرق نتاع الدجاج معناها بويون نتاع الدجاج كيما العاده شويه كريم فريش في الاخر داكوغ باهي نبداو بالسوب من الاول اذا كان انتم زاد قاعدين تتفرجوا علينا دونك المقادير فما الكراث فما البطاطا فما الثوم فما البصل والزبده والزيت باش نحطوا دوبل الزيت اغزل نكيتا الزيت نكيتا جست باش الزبده نتاعنا ما قلت عليه حطيت نكيتا زيت ما حطيتش زبده كها وزدت الزيت جست باش الزبده ما تتحرقش به قداش من غرام زبده؟ نتاع 50 غرام 50 غرام 50 غرام زبده هكا باش نحط البطاطا نتاعنا اول حاجه البطاطا معنا اول حاجه البطاطا تخلع بصل البورو كراف يا عندنا هنا هكا يعني البطاطا تتقلى في الزبده والزيت تتقلى شوف هي البطاطا اذا كان عندها ما نقولوا باش نخليوا البطاطا الا كي تبدا ثم طون تاع زيت عالي فهمت داكوغ احنا يعني جوست باش نحمروا البطاطا حمروها فوالا باش نماركيوها في الواحد مع البوارو ما حشناش بالكولور نتاعها يتبدل لان حشنا بالسوب تكون بيضه وخفيفه اي كل بوري هكا لونها كيما اخف شويه من بوري خاطر سوب فوالا كيما البوري ما حشتش بالكولور نتاعها يتبدل في اخر الكويسون نجم نحطوا شويه نواد مسكات وعلاش حطيت لها الكراف ما حطيتش مثلا البصل زدت فيه اي ما عليه معناه فما جو اخر معناها السوماغي مع السوماغي الزوز بالنسبه للكراف وبالنسبه للبصل الزوز معناها
موجودين في الرسيت نتاعنا اليوم مع الثوم. شوف انا ديماريت بالبطاطا حشي بالبطاطا تسايب الميدون نتاعها اه بلوتو نسكر الفيبر نتاعها معناها هي فيها ميدون كي تخليها في الماء تعرف اللي في الماء معناها ونحنا تسايب الميدون نتاعها تسايب النشا نتاعها وتشوفوا الماء بدا يبيض يبيض. انا حبيت تخرج اخر اللي معناها اخر اللي تنجم تخرجوا تو هي في معناها دوب خرجت الماء شوف يمين شوف ريت كي جلت وتسكر خرجت الميدون حطينا الثوم ما قلي نشو ما حشتش بالكولير نتاع البطاطا والا اي انجريديون موجود يتبدل حشتنا تخرج نشنتي تخرج مشنتي تخرج نشنتي خلوها تسخن بيان تطلع التمبيراتور نتاعها بالكدا سهله وسهله دبرتنا اليوم بالنسبه للشربه سهله وبنينه هذيك استا باش نمخو ما تجيش بنينه نتاع الدجاج بربي شيف في الكوجينه توا انت مرقت بالسخون من المستحسن ان السيد يتبع فينا تبدا حاجه سخونه وتمرقها بالبارد ديريكتومون تحس كاينه فما ان شوك تيرميك ولا يعطل في الكويسون اسكو كي نبداو نطيبوا في اي حاجه نمرقوا ديما بالماء سخون الماء اللي يغلي بالنسبه للكويسون ايمان انت تعرف مثلا اللي التمبيراتور نتاع الزيت تطلع كيف تطلع تمبيراتور الزيت اي انغريديون انت باش تحطه باش ياخذ من التمبيراتور نتاع الزيت هذيك هذاك علاش معناها حتى في الطاقه اللي مثلا كي باش تقلي حاجه لازم بالانغريديون تحط مش بالتروا ولا انغريديون مع بعضها سينو ما تحصلش على الريزلت اللي انت حاجتك به كي نمرقوا نحكي على المرقان بالماء العادي ولا بالسخون حبيت نحكي لك من الاول على الطاقه الور كيف انت باش تقلي دو بريفير كي تمرق بماء سخون والا ماء دافي ما نمرقوش بالبارد يعطلك في الكويسون ينجم اذا مثلا في الروز مثلا اذا كان تمرق بالماء بارد ينجم ما يعطيكش الريزلت نتاع الروز نجم الروز يعجن لك لانه هو ديجا وصل للتمبيراتور نتاع 70 درجه ولا 80 درجه اذا كان تجي تعطيها 20 ديغري ولا 15 ديغري ولا التمبيراتور العاديه نتاع الماء مش يعجن الروز هذاك علاش في الحالات الكل ديما ناكدوا انه الكل معناها كي باش تمرق بحاجه تكون بارفيمي ما نتاع خضره ما نتاع دجاج ما نتاع حوت فهمتني والا وتمرق يكون 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 سخون الماء داكور وهنا مش نخلو السوب طيب ونترطو احنا قاعدين نحضروا في السلطة نتاعنا دونك هوني نخليوها على نار هادية باش تطيب سلة الشربة نتاعنا دونك كيما تفرجتوا علينا المقادير اللي وراها لكم شيف من البطاطا من البصل من الثوم من الكراث فوالا هذوما الكل المقادير بيان سور ورانا كيفاش حطينا الزيت والزبده وخلطناهم وحطيناهم الكل مع بعضهم هذه هي السوق نتاع البطاطا التفيحه مازلت التفيحه توا ما فوحناش توا احنا حطينا لا ملح لا فلفل ابيض اكسبري معناها اي نحبها تاخذ غلوه نتاعها بعديك باش نفوح باش نحط شويه في الفلفل الابيض باش نبدلش كولور نتاعها شويه ملح وشوي نود مسكات في الاخر وقت الكمل وحلو برشا معناها ساعات كيما نفوحوش برشا شيف القوم تاع الماكله يقعد فيها نتبنوها الخضره بنينه نتبنوا القوم تاعها انتوما زاده كان خلطوا علينا ما خرت نذكركم بالغوسيت سينو تدخلوا على الاستمتانة نسمع كويزين نمشي ونحكيو اكثر على عالم لي اكسسوار والديزاين تو سويت في قبل موجز الاخبار ديجا حلو برشا اللي كنتوا تحكيو فيه جوست موني في المانيا كيما قالت الدكتوره انه ما عادش يستعملوا مثلا السكر نلقاو في القهاوي فما ساشيت صغار في عود سكر اما عسل والا نعمل حلو بالعسل تعويض للسكر اللي هو مضر لكن شايف اليوم قبل ما نمشيو لموجز الاخبار السوب نتاعنا قاعده تحضر سوب البطاطا شنو هي الفيح اللي باش نفوحوه بها الفيح باش ناخذوا شويه ملح وشويه فلفل ابيض نكثروش برشا منه وشويه نود مسكات هذه تكون التوفيحه نتاعنا نتاع
الشوربه نتاع الحسوب حسوب بطاطا حسوب نتاع البطاطا دونك خليوه يطيب سلا سلا بعد باش نرجعوا له باش نحكيوا على السلطه زيدا المتنوعه ونحكيوا زيدا على السردينه المحشيه بطريقه سبيسيال مع الشيف ايمن البغامي موجز الاخبار راجعين نشوفوا وين وصل معكم المنيو جوستمون موني معناها كيف ما احنا تلقانا المطبخ نتاعنا التونسي تحكي على الماكله الاردنيه احنا المطبخ التونسي تلقانا متاثرين بالحدود نتاعنا بيان سور كو الاردن فيها مدينه البتراء والاثار الجميله نلقاو في الحدود نتاعها سوريا في الشمال العراق السعوديه دونك فما تاثير على الماكله وفما تاثير اخر معناها في الهجرات اللي صارت في الاردن نلقاو مثلا عام 1920 الملك عبد الله باش يحسن التعليم في الاردن كان استدعى وجاب برشا علماء مثلا نلقاو من لبنان نلقاو زيدا من العراق باش يحسن التعليم نوبليون با كو النكبه عام 1948 اللي برشا فلسطينيين كانوا لاجئين في الاردن على ذيك الاثرت الثقافات المتعدده في الاردن ونلقاو الفتوش اللي راني تحبه فوالا راني تحب الفتوش نلقاوها زيدا موجود في المطبخ اي هو لبناني جوستومون ذاك اللي كنت نحكي فيه لانه الحدود زيد نتاع الاردن وزيد عام 1920 الملك عبد الله استدعى برشا علماء من لبنان ومن العراق صارت كما نقولوا انسجام الثقافات اللي اثر زيد على المطبخ الاردني اللي يعتبر غني برشا مطبخنا التونسي زيد اغنى واغنى وقت اللي فوحنا السوب نتاعنا شيف ايمن البغاني خليناها سله سله قاعدين نحضروا توا في قتل سلطه مخلطه السلطه نتاعنا السلطه نتاعنا اليوم بون هي سلطه مش بطريقه اخرى نجموا نسموها ليغوم سوتي ولا تنجم تسميها اللي تحب انت ليغوم سوتي اللي ديما مثلا تجي في الغارنيتور تحب مثلا روز اي بلا ليغوم سوتي ديما صالحه لكل مكان وزمان احنا توا مانيش نعملوا دي معناها ليغوم سوتي باش نعملوا سلطه الباز نتاعها باش تكون كوي انا باش تكون سلطه تيد معناها ايمان باش نحطوا شويه زيت بالطبيعه بعديك باش نحطوا الفرماج نتاع قيصر نحطوا زوز ولا ثلاثه مليان تاع فرماج اللي باش يكون اللي عرفت الفرماج كونفوندي من فوق برشا اليوم نرى في برشا انواع معناها نرى في جودا ونشوف في جبن إدام وقال نشم في الريحة هذا الإدامة بنين تحسوا أقوى شوية من الجودة يعني حاجتك أكثر أكثر بالجون تاع الجبن بالجون تاع الجبن تاع الجبن خليه في البصل بصل شوية بالطبيعة من غير ما نسيب شوية ثوم اللي ياخذ الكولور الاحمر الكولور الاحمر اللي في بصل شفتك شو بدا يتبدل الكولور نتاعو انا باش ناخذ شويه فلفل اصفر تروى كولور نتاع الفلفل شيف ديما مغروم بالالوان هذه نتاع الفلفل اصفر واحمر واخضر اللي لقينا لورانجي معاهم هاي عرفت على الطاولة بعد النهار كامل الصيام ما تنجمش مثلا ما تلقاش حاجة اللي تشهيك وتعطيك اللونفي بشتك فلفل الأخضر فلفل الأخضر انا ديك قداش من مره نحب نتعلمها شفت اللي تعمل فيها هكا نهار تعلمتها جيت جربتها مره في الدار عملتها هكا خيط قلبت بالممارسه الشامبينيون مش نخليه اخر حاجه الشامبينيون مش نخليه معناها الشامبينيون مش نخليه اخر حاجه نحط شويه كورجيت القرع الاخضر القرع الاخضر اللي سمعتناه شويه ماء وملح ونشوفوا هوني يا شيف في القصان نتاع الخضره كيفاش طريقه القصان ما يبداوش جويدين سي با اون كوب اون لوزونج بلوتو قاعدين وكبيره شويه الكعبه معناها خاطر تذبين بعد تذبين هي ديجا باش تذبين وباش تعطي انا سلطه هي ديجا ماهيش لك باش تحطها على الغارنيتور لك باش تحطها سلطه معناها سلطه مشخشخه هنا باش نزيدوا شويه شامبينيون الشامبينيون في العاده يكون
بون ما نشدش برشا وقت في الكويسون لي روح ولا على هذاك خليت نحب نحبوا يبقى حي في المتابعه. اه معناها في الاخر تحطوا كيما في المرقه كي نطيبوا نحطوا ساعه الفلفل اخر حاجه باش ما فوالا. دونك حطينا اخر حاجه الشامبينيون للي يحب فوالا للي يحب ينجم يحط شويه طماطم مقصوصه معناها اون كيوب مش برشا. وفما اللي يحبها معناها يحب يخليها فريشكه يخليها معناها يخليها الطماطم بعد ما يكمل يسوتي الخضره هذه حطيت شويه باش الطماطم ما تسيبش الصوص نتاعها ما توليش شكشوكه تقعد فوالا تبقى واقفه. والله الشيف صدقني سبع يوم في رمضان قاعده نعمل في فورماسيون هبيل على الاخر سي بون معناها قاعده كل مره نتعلم حتى موني وهدي قاعدين يتعلموا معايا. هدي مش هدي موني حسيتها باش تدوخ تغزر السلطه وهكا شويه معدنوس نحبش في مسلطة المفورة أي حاجة فيها خضرة وتبدأ مفوحة مليح وتاكلها ما نحبش مع تسلطة الخضرة تبدانية نحب الحاجات المفوحة تحب الهيلثي موني تحب الهيلثي اللي صرتو في رمضان مع طقس سخون شوية أنا مش تاكل حاجة أي. كأنك مثلا أنت في الصيف وهالبحر ومشتاكل في لبليبي تاخو في لبليبي ملا تخيل تخيل أموني في الصيف الصيف تبرنزة وعندك صحفة لبليبي دونك عملتها مرة زدنا شوية بعد نوس طيب جزيب شوية فلفل برابيد مخصوص جيد اما بار كونتر كي يبدا ساندويتش لبليبي بنزرتي بنين برشا معناه ما فهمتش عليه السر اللي فيه انت مش عارف شنو بنزرت مغرومه بنزرت انت برامو مغرومه بنزرت مغرومه بالحمامات بنابل بسوسه بالمهديه بقفصه تطاوين معناه اما كل مره كي نتذكر حاجه حكينا على لبليبي نتذكر بلاصه معينه في الماكله ديما بون توا الماكله زاد قرقنا وصفيقس عندهم ماكله بنينه برشا مالك تذوق نجاره ما نشتمش لي ما نقولكمش لا سوربريز سي بون معناها جاتني نجاره حسين اوفى بوعدي هي وجيب لي نجارة نتاع امو السلطه نتاعنا برسك حضرت جوست باش نخلوها تبرد شويه خاطر توا سخونه ما نزيدوش كبار باش نزيدوها كبار فوالا اما بعد لا نخرجها من الكويسون دونك نقراو حسبنا مليون نحطوش برشا ملح اذا كان زدنا عليها الكبار اكيد تشهي يعطيك الصحه شيف تشهي وسهله شيف فاسيل ما تاخذش وقت معناه سختو توانسي اللي تخدم ولا اللي تزرب ولا عندها مسؤوليات بلا متاع اليوم بصراحة ما يخدش وقت معناها من الشربة اللي فيسع على البطاطا تتقطع للسلاطة متاع الليجوم سوتي اللي عملناها ما تخدش وقت دونك نشكرك شيف بعد قبل بربي إيمان الجبن قصيته وان كوب كنشوفه هنا قصيته وريحته فيوحة قصيته وان كوب وباش نحط منه في السلاطة بعد بعد لا ندرسها نحط منه باش يسيب هو ديجا باش يخو السخانه نتاع السلطه وباش يسيب معناها باش يكون باش يذوب سخطو ناكدوا على النكهه اللي تبدا معناها النجم نقولوا فيها المطعم مش لقوي المطعم الصحيح ادام جبن القيصر قبيله بركه كي شميتو بركه فهمت علاش الشيف خاطر كنت تخدم اكثر بالجوده فهمت اليوم علاش خدمت بالادام معناها تتبدل احنا والريتيليزاسيون نحنا ونحنا والروسيت داكوغ دونك شيف نرجعوا ومن بعد باش نكملوا معاكم غوسيت البلا برينسيبال اللي تحبوا هدا وتشتهيه هدا وتقولوا للمبطن السردينه المحشيه بطريقه عصريه وطريقه باش تكون سهله للي يتفرجوا علينا الكل. دونك من قبيله موني شوقنا تحكي على النساء الحوامل نعطيك معاك ايمان ومع الشيف ايمن. رجعنا لك موني ورجعنا للي قاعدين يتبعوا فينا من الصباح في سله لي كومبوزونت والماكله نتاع سيدي رمضان. دونك نذكر اللي السلطه نتاعنا حضرت سله سوتي ديجا بنينه برشا شيف سورتو التوش الاخرى كيفاش عمل لها كضربه نتاع فلفل بر العبيد وضربه الكبار اول مره نشوفها زاده في السلطه هذيا وما تنجم تعطي كان جو سورتو الشامبينيون زاده اللي معاها بيان سور المقادير تنجموا ترجعوا على السيت نتاعنا انستغرام كويزين تلقاوهم سوب بريسك طابت خليناها تيب سله باش البطاطا تسيب لاميدون نتاعها الكل وتبدا زبده. نمشيو للطبق نتاعنا اليوم نحكيو على السردينه المحشيه نذكروا مقادير شيف بالنسبه للسردينه نسحقوا من على قد ما نسحقوا من السردينه على قد الانسان كعبتين لزوج من الناس ولا انا كل واحد كعبتين مش انا قلت كعبتين ما يعملوش شيء عبد الدفاعي مسردينه بنينه حاجه بنينه ما يبقاش حتى شيء به نسحقوا 200 غرام شابلور نسحقوا 50 غرام فرماج بارميزان
نسحقوا مع دنوس توماتي شي ثوم. بنعاودو لهم بسيسه بسيسه المقادير عندنا بالنسبه للسردينه بالنسبه للفارس بالنسبه للفارس باش نسحقوا 200 غرام شابلور 50 غرام بارميزان مع دنوس فلفل برابيد وطماطم شايحه وحبق. داكوغ. بالنسبه للفئه نسحقوا ملح فلفل ابيض وشويه كوريوندر. داكوغ. واللي قاعد نحط فيه البوارو هذايا للصوص اللي باش تكون موجوده مع السردينه. الصوص اللي باش نعملو صوص طومات باش نعملو باش ناخذو حبق ثوم وبصل وطماطم وشويه بوارو وبالطبيعه كورنيشون وكل البصل الجيد الملح مقاوم انا موجود عند الماء. داكوغ. هذوما زاد للصوص هذوك من الصوص كما قاعدين نشوفوا ريحه بنينه ريحه حاجه نتاع مخلل. دونك شيف زاد هنايا في لي كومبوزونت ملحين معناها زاد نقرا وحسابنا من فلفل بلعبي الواحد على الملح في العاده ديما تاخذ حسابك معناها من الملح سورتو كي تبدا تستعمل في الحوت وسورتو كي يبدا معناها مش مربي معناها حوت من بحره من بحره ترد بالك مثلا ما نعرفش انا كيما تعرف جلبانه بالصوبه لازمك ما تملحهاش يعني الصوبه تسيب الملح نتاعها سردينه مثلا كيما قرنيت القرنيت زاد كيف كيف وخلي عاد كان يبدا قرنيت اكل القديد نتاع القرنيت مشيح يولي هو تفغي مقرونة الفل العربي البنينة بالقرنيت كي نطيبها من ملح الجملة إيه بكسا شيف نلقى فيها الملوحية معنى القرنيت يصيب برشا ملوحية حتى كي متملحش يصيب دونك هوني ما غير ما نحطوا ملح ويسك عنا البر العبيد وعنا الحاجات الملحة عنا حاجات الملح الكل معنى جست لسيزون مونت على الملح حتى بعد الطالة معنى فوق الطالة تنجم تثبت من الملح نتاعك. بالنسبة للسردينة اللي هنا شوف بارتي الكحلة هذه باش نحاولوا نحيوها. سردينه فيها برشا شوك الشوك نتاعها اللي ما يقلقش نورمالمون معناها جويد معناها فك احنا اليوم اخترنا تكون السردينه رحنا لاتشا تكون خشينه شوي باش تعاوننا في الفارس. انا من المستحسن كي باش نعملوا السردينه المحشيه ناخذوا اكبر حجم ما يمكن باش مع الفارس. هو شوف خاطر ثم طريقتين في الفارس تنجم كيما باش نوريك لهنا معناها ما غير لهنا خليت مثلا الراس تاع السردينه خليتها الراس تاع السردينه كيما تشوف هكا وعندي اللي ما غير اللي نحيت لها الراس جمله معناها هذه سردينه زوز انواع ثم باش نخدمها السردينه وتكون معناها بالطريقه هذيا معناها وتدخل الفور. داكوغ. وفما اللي باش نعملوها رولي هكا باش نلقاها في الفور بالطريقه هذيا. ينجم يكون الفرس نتاعهم مختلف ونجم يكون الفرس نتاعهم هو بيض. داكوغ. مي طريقه التقديم تختلف من بين الكعبه هذه وهذه. بخلاف السردينه شنو هي الحوت الاخر اللي نجم نعملوا له الفارس؟ كل شيء التريلا زاد كيف نجم نعملوا له الفارس. بون نزل اللي نجمو نخدموه بالبات نجمو حتى البات نحيوها ان شاء الله نشوفوا رسيت كيفاش نخدموا حاجه بالنزلي باللوت ولا بالسان بيير بون هذاك معناها برودوي اخر دي بريفير يتخدم معناها هو باش تخرج منه فيليات. بالنسبه للسردينه والتريليا الدورات الماكرو زاد نجمو نخدمو الورقه القاروس الماكرو خاطر نحكيو على البواسون بلو زاد القاروس فوالا هذوما هما معناها الانواع جينيرالمون معناها موجودين وينجموا خاطر ساعات باش تاخذ برودوي يبدا غالي شويه باش تعملوا فارسي اللي هو وحده بركه يكون ماذا بينا حاجه تبدا مش غاليه فوالا حاجه تكون مش غاليه وهذيك هي تباره شنو انه حاجه تكون مش غاليه حاجه بنينه وصحيه معناها سردينه فيها الاوميغا 3 فيها الفوسفور فيها زاد برشا كالسيوم وديز اسيد غرا مهمين للصحه وبنينه معناها مع الفارس. بعد باش نرجع معاك شيف باش نشوفوا بعد ما ننظفوا السردينه نشوفوا كيفيه تحضير الحشو نتاعها الفخس نتاعها سورتو انه الشيف ذكر بالمقادير اللي نذكروا بها فيت في شابلور انا 200 غرام شابلور 50 غرام بارميزان مع دنوس فلفل برابيد وطماطم شيحة وحبق اللي يحب يحط حبق هذا بالنسبه للفارس. داكوغ. راجعين معك شيف. دونك نتصور هدى اللي من قبيله تحكي على السردينه المحشيه اللي تعجبها كي شفت المقادير هدى نفس المقادير بتاع المبطن اللي تحكي عليه.
تقريبا هو بيدو فما هكا اختلاف صغير ولكن نتصور هو بيدو. تسألنيش برشا سؤالات هكا دقيقة في الماكلة بتحشمنيش على روحي. خاطر انت تحب المبطن قلت بالكشي فما اليوم طريقة جديدة. خليني شوية بعد شقال فاتت نجرب ونقول لك هو بيدو. ذوقوا قولي لي ما تكثر تشهويك هودي على ذاك انا وراك. إذا تحب تزيد تثبت في المقادير عندنا السيت نتاعنا ايمان www اسمها كويزين تلقاو لي روسيت نتاعنا دي روسيت اخرين دي زانفورماسيون حتى في كوجينات مختلفين تلقاو كل ما هو جديد في عالم الكوجين. نرجع لكم بعد شويه ايمان انت وش ان شاء الله ان شاء الله تاكلوا بعد شقان الفطر سورتو شهيتوني كي شفت قعدت نتفرج على الخبز نتاع القروان البارح قلت اللي قروان كيروان باللاتينيه اليوم اسم جديد زاد من اسماء القروان هي مدينه 300 المسجد لانه هناك يغزروا لها بالفوق تلمون فما قبوب واولياء ذرائح نتاع الاولياء الصالحين والخبز من قبيله نتشهيو فيه وما نجموش احنا في تونس في عادتنا نقعدوا من غير خبز الشيف باش يحضر لنا اوفوريا ميزور دي تكنيك جدد زاده على الخبز العربي ويقولوا معناها المؤرخين معناها منى انه من اول ما اكتشف الخبز والا تصنع كان في 1600 قبل الميلاد عند المصاروه بعد انتقل للاغريق بعد جاء للروما والرومانيون هما اللي نشروا ثقافه الخبز على اوروبا ويمكن زاده مع القرن 19 المطاحن العصريه اللي تعاملت خاطر كانت التكاليف غاليه برشا كما كانت تحكي غدي خبز الشعير وخبز القمح كانت باش يطحنوا هذاك الكل يقعدوا برشا وقت وكان غالي الخبز دونك مع القرن 19 المطاحن والدقيق الابيض اللي احنا نقولوا فارينا طاحوا الخبز وابتداء من القرن 20 ولينا كلنا ناخذوا الخبز الابيض لكن كما قالت غدي الكلام اللي تحكي فيه العربي نتاعنا يعني بالشعير وبالسيريال هو اللي فيها منفعه برشا. سلطة اليوم بنينة ياسر أما ما نتصورش كانت تطلب برشا خبز شيف تلمون تحسها مشخشخة هذاك هو ماذا بينا نبعد شوية في رمضان ما تعرف الناس كل تعب تنقص شوية من تعب تنقص شوية معنا في الميزان وكل شيء على هذاك تنجم يكون رمضان مع اللي منيو غادي نعملوا فيها ينجم يعاونوا برشا باش يعاونوا برشا المنيو نتاع قبيلة نشم في الجبن اللي حاطوا جبن إدام اللي حاطوا في السلطة متاعنا وقيصر إدام اللي قسيناه دي كوب وقعدوا شادين بلاصتهم معناها كان عنديه ما يذوب باش ما يصيرش السلطة تيد هو معناها غير حتى هنا الكوب نتاع الفرماج معناها جوست شوية ويولي مولي ويولي معناها هو يدوبك فوالا هو معناها طري الفرماج مع ياخذ دوبه شم صغيره نتاع السلطه كان يولي معناها يعطي جو وسايب الجو نتاعو في السلطه معناها حشنا به انه الخضره اما بالجو نتاع الفرماج دونك هوني حطينا الحبق مراجيه المونشي شهيونا على الخبز مراجيه شيف باش تعلمنا يمكن تجي مع الملاوي الباجيه كرهيف مع البلا هذا بنينه نجموا راهو مثلا لي ميم كومبوزون نجموا نعملوا منهم طاجين تو هما بيدهم هما تو طاجين خضره نجم يكون طاجين خضره معناها اذا كان زيدوا عظام زيدوا فرماج زيدوا الفرماج رابي نتاع قيصر نجم يولي عندك طاجين حلو برشا حاجه تشهي دونك هاود باير اليوم افكار وافكار كما قلت تخيل الملاوي الباجيه تجي معاها هون وتبدا مزينه في الصحن هذا اللي الزينه نتاعو سبيسيال كيما الورده زين هوم وعربي معناها تونسي اكثر مطبقه معاها شايف في بالي بيك كيفي معناها تحب الملاوي والخبز الكيفي المطبقه من الجنوب قليل معناها نطاق الخبز موجود في الدار بون فما برشا فاريتي نتاع خبز معناها كيما كانت تحكي معناها منى فما برشا زاد فاريتي نتاع خبز في الشمال الوسط الجنوب زاد كيف كيف معناها بلادنا غنيه برشا انا نتمنى نهار اخر يقعد خبزنا التونسي كيما نشوفوا عند لبنان والا عند السوريين والا عند الاتراك عندهم خبزهم هويه نتاعهم هذا خبزنا واحنا تبارك الله معناها الكوجينه نتاعنا غنيه بالخبز مره جايه كيما قلت لي قبيله في الكواليس باش نحضروا زاد خبز تونسي راجعين ومتواصلين معاكم باش نرجعوا شويه اخر زاد نحكي ونشوفوا السوب نتاعنا وين وصلت وسيسوا رواحكم معانا خاطر حكينا على المقادير باش نحكيوا على الحشو نتاع السردينه ليك الكلمه موني